عمل واحد يزيد في الرزق، ما هو؟ في البداية أيها الأحبة، دعوني أتأمل كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف دلنا على عمل مهم جدا يزيد في الرزق، ربما معظمنا غافل عنه. دعونا نقرأ الحديث أولا ثم نتأمل هذه المعاني العميقة، عسى أن يزيد الله رزقنا في الدنيا وفي الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء يرد القضاء، وإن البر يزيد في الرزق، وإن البر يزيد في الرزق، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. سبحان الله، ثلاثة عناصر مهمة جدا، أهم فيها أعمال البر. البر يزيد الرزق، هذه قضية نحن نادرا ما نتنبه لها أيها الأحبة. يعني معظمنا يقول إن الرزق يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى الأخذ بالأسباب، وهذا صحيح، ولكن هناك المسبب سبحانه وتعالى. يعني الأسباب تعمل على مستوى الحياة الدنيا، المؤمن، الملحد، الكافر، كل الناس إذا عملوا بأسباب معينة، بقوانين معينة وضعها الله، قوانين دنيوية، فإنه يصل إلى النتيجة التي يعمل من أجلها. ولكن هناك قوانين إلهية موجودة في السماء نحن لا نستطيع أن نطلع عليها ولا نستطيع أن نتحكم بها. أنت تستطيع أن تزيد رزقك من خلال زيادة عدد ساعات العمل، من خلال زيادة الإنتاج، من خلال كذا، ولكن هناك أشياء نحن لا نستطيع أن نتحكم بها أيها الأحبة، موجودة عند الله عز وجل. أعمال البر تزيد في الرزق. أهم عمل من أعمال البر هو بر الوالدين، الذي للأسف معظم الناس اليوم يهملونه ويعتبرون أنه شيء ثانوي وشيء غير مهم. وأهم شيء في الحياة اليوم هو الطموحات المادية، كل إنسان يطمح لتحقيق مكاسب مادية معينة، هذا كل اهتماماته. طيب، أعمال البر أيها الأحبة لماذا تزيد الرزق؟ دعونا نتساءل. أولا يجب أن نستيقن إذا كنا مؤمنين أن الرزق بيد الله أولا، وأن الرزق مكتوب، كتب منذ أن كنت جنينا في بطن أمك. هذا إذا كنت مؤمن، لأن ما هي أول شروط الإيمان؟ كما قال الله تعالى في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ أول صفة ذكرها القرآن للمتقين قال: الذين يؤمنون بالغيب. هذا قبل الصلاة والزكاة، الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإنسان إذا فقد الإيمان بالغيب انتهى، سلم نفسه للقوانين المادية ولمخالب الشيطان تتحكم به والحياة الدنيا وزينتها. لذلك أنت عندما تمارس أعمال البر، الله عز وجل يهيئ لك أسباب الرزق من حيث لا تحتسب. ولكن هناك أشياء أيها الأحبة منطقية في هذا الموضوع. يعني أنا عندما أقدم خدمة لشخص، هذه الخدمة على سبيل البر، أنا أبر هذا الشخص، أقدم له مساعدة، قد يكون إنسان محتاج، قد يكون فقير، قد يكون مريض بحاجة لعلاج، قد يكون بحاجة لأي شيء، يعني قدمت له خدمة مجانية. ما هي النتيجة؟ أولا هذا الشخص زادت ثقته بي، وربما نقل هذا السلوك لغيره. فأنا عندما أعود نفسي على أعمال البر مع فلان وفلان وفلان، ومع الوالدين، مع الأقارب، مع الجيران، سأكسب سمعة طيبة. وأحد أسباب الرزق أيها الأحبة المهمة جدا ثقة الناس بك. يعني نجد أن أصحاب المليارات عندما سئلوا كان موضوع ثقة الناس بهم مهم جدا لتكوين الثروات.
يعني هناك أيضا أسباب مادية تدخل في هذا الموضوع، ليس مجرد عالم الغيب. أنت عندما تقوم بعمل بر تجاه فلان، أولا تكسب ثقة الآخرين، وهناك شيء مهم أيها الأحبة، أنك تكسب محبة ومودة الآخرين، وبالتالي سوف يزداد الرزق، لأن علاقاتك ستتحسن، لأن العلاقات الطيبة أيضا هي أحد أسباب الرزق. أعمال البر هذه تعطي فكرة للناس أنك صادق، وبالتالي الصدق مهم جدا لزيادة الرزق، ستفتح لك أبواب. يعني اليوم أيها الأحبة، أنا كيف يرزقني الله الآن؟ كيف يرزقني؟ كيف يرزق فلان وفلان وفلان وفلان؟ هي عبارة عن شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية. نجد أن الذي رزقه أكبر، دققوا اسألوا، تجد أن لديه أعمال بر أكبر غالبا. يعني هذا الأمر غالبا أيها الأحبة ما نجده صحيحا. تسأل فلان، طيب لماذا فتحت عليه أبواب الرزق؟ مع العلم أنه لا يملك من أسباب الرزق إلا الشيء القليل، وجاره منعت عنه أبواب الرزق. يقال فلان بار بأبويه، فلان بار بأبنائه، بإخوته، يصل الرحم، سبحان الله. إذن أعمال البر أيها الأحبة، أنا أريد يعني أن نعمم ثقافة حب الخير للآخرين، هذا هو البر. أنا عندما أدعو هذا الإنسان الملحد إلى الله، هذا من قمة أعمال البر، أنني أسعى لإنقاذ نفس من النار. عندما تقدم خدمة للآخرين سوف تشعر بالسعادة أيضا، السعادة تساعدك على التفكير لتنتج أكثر وتبدع أكثر، وإلى الإنسان الكئيب لا ينتج. هذا الكلام وجدته جامعة هارفارد مؤخرا في دراسة طويلة جدا تحدثنا عنها، وجدت أن أعمال البر يسمونها هناك أعمال تطوعية، مساعدة الآخرين، مساعدة الفقراء، تأدية خدمات مجانا، لأنه في الغرب لا يوجد شيء مجاني. يعني الأب مع ابنه يتعاملون بالمادة، فلاحظوا أن هذا التعامل المادي يسبب أمراض واكتئاب ومشاكل كثيرة. فدرسوا حالة بعض الناس الذين كانت أعمارهم طويلة وكانت صحتهم النفسية والجسدية أفضل وكانوا أكثر سعادة، فوجدوا أنهم حريصون على أعمال البر. إذن هناك علاقة بين طول العمر، وطول العمر يعطيك كثرة الرزق أيضا، يعني هو أحد أسباب الرزق العمر، أحد أسباب الرزق الصحة الجيدة، أحد أسباب الرزق السعادة. فأعمال البر حسب جامعة هارفارد تمنحك كل هذه الميزات، لاحظتم أيها الأحبة. إذن أنا عندما أقدم خدمة لفلان، ليس لمجرد أنني ساعدته وانتهى، لا، أنا أساعد نفسي. لذلك القرآن ماذا يقول؟ وقدموا لأنفسكم. أنت حقيقة عندما تقدم خدمة لشخص، أنت في واقع الأمر تخدم نفسك، تخدم مصلحتك. ولكن البخيل الذي يمنع الخير عن الآخرين، يكره الخير للآخرين، تجد أن لديه مشاكل كثيرة جدا، محروم من السعادة. الدراسة الثانية أيها الأحبة، وتحدثنا عنها أيضا، علاقة إنفاق المال، وهو من أهم أعمال البر أن تنفق المال على من يحتاجه، ولو بشق تمرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا النار ولو بشق تمرة. إنفاق المال على من يحتاجه يزيد من إفراز هرمون السعادة، حتى إن هذه الدراسة العلمية تقول إن الذي ينفق المال يشعر بالسعادة أكثر ممن يتلقى المال. فأصبحوا يصفون للأغنياء الذين يعانون من الاكتئاب، يصفون لهم ضرورة إنفاق المال ليشعروا بالسعادة. لذلك نجد شخص مليونير، والأسماء كثيرة، يعني راجعوا هذا الموضوع على الإنترنت، لديه عشرات المليارات، يقول لك أنا قررت أن أتبرع مثلا ب90% من ثروتي، ب99% لأعمال البر. لماذا؟ لأنه فاقد للسعادة، يريد أن يحصل على هذه السعادة، فوجد أن جمع المال لم يحقق له السعادة،
لأنه تحول مع الزمن إلى آلة ميكانيكية. إذن أحبتي في الله، احفظوا معي، الدعاء يرد القضاء. الدعاء يرد القضاء. إنسان قضى الله عليه بفقر معين، بمرض معين، عندما يدعو الله يرتد هذا القضاء عنه. الدعاء يصرف عنك ما كتب، وهو مكتوب أيضا، سبحان الله. يعني أسباب الرزق مكتوبة، أسباب المرض مكتوبة، ومن أسباب رد القضاء الدعاء. لذلك يجب أن نجتهد بالدعاء، لا ننسى هذا الأمر أيها الأحبة. وأعمال البر تزيد في الرزق. والقضية الثالثة كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مهمة جدا لا نلتفت لها، أن هناك شيء يمنع الرزق، وهو الذنب. الذنوب تمنع الرزق عنك أخي الحبيب. لذلك يجب أن تنتبه عندما تعصي الله، عندما تنظر إلى امرأة فاتنة، عندما تجلس ساعات طويلة وأنت تلهو عن ذكر الله، وربما تضيع أوقات الصلاة، ربما يعني ترتكب معاصي أنت لا تنتبه لها. هذا من أسباب ضيق الرزق، لذلك يجب أن تتجنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في رزقنا، وأن يرزقنا رزق الآخرة، لأن الله تعالى يقول ورزق ربك خير وأبقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.